بمناسبة مرور 36 عاما على استشهاد ويليام حاوي، رفعت في منطقة الرميل في الأشرفي لوحة تذكارية باسمه عند مدخل الحديقة المسمى باسمه أيضا، وذلك تكريما لخدماته وتضحيته. وقد لفتت كلمة حاوي ليلى حاوي في كلمتها إلى أن اللوحة التذكارية هي تعبير من رفاق والدها عن محبتهم ووفائهم لدوره. يذكر أن ويليام حاوي كان من الناشطين في معركة الاستقلال عام 1943، واستشهد في معركة تل الزعتر عام 1976.